انا معاكم النهارده محمد جامي، محلل ومدير محتوى بمجموعه ايكوتي. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن مؤشر الايشيموكو كينكو هيو. ده مؤشر ياباني، في كتير منكم ما يعرفش المؤشر ده. يعتبر استراتيجيه لوحده، تقدر تستخدمه وتعتمد عليه كطريقه عمل هتقدر تستفيد منها وتقدر تحقق منها نسبه ربح. لو قدرت تستفيد من محاضرة النهاردة وتعرف إشارات الشراء وإشارات البيع اللي هنتكلم عليها في المؤشر، وأسرار إن أنت تبقى محترف في تداول في المؤشر. أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة إن مخترع أو مبتكر المؤشر ده هو صحفي ياباني اسمه جوتشي هوسودا. نوع المؤشر ده هو من المؤشرات يعني متبع للاتجاه، بمعنى في انواع مؤشرات بتبقى تابعه للاتجاه، يعني على حسب حركه السعر هي بتبتدي تدي الاشارات بتاعتها، او بيبقى تريدنج فولوينج على حسب بتبتدي ديك بتاعته. وليه طبعا استخدامات تانية ومهمه جدا، يقدر يحدد لك مناطق الدعم ومناطق المقاومه، ويقدر يحدد لك مناطق التشبع البيع والتشبع الشرائي. ومن خلال طبعا المناطق الدعم ومناطق المقاومه والتشبع في البيع والشراء، احنا بنقدر نطلع منه الاستخدامات ليه. وهنتكلم دلوقتي عن اشارات الشراء واشارات البيع، او افضل اشارات الشراء واشارات البيع، لان في تمام صوت رجع الان، معتذر لكم عن مشكلة الصوت المتكررة. طيب هنرجع نتكلم عن مؤشر النهاردة. هنتكلم عن اول حاجة مكونات مؤشر، وازاي ان احنا حسابه او طريقة معادلة كل جزء فيه. اول حاجة هي هنتكلم عليها اللي هو اسمه انعكاس، وهو ليه اسم في المؤشر. احنا هنتكلم على الاعدادات الافتراضية للمؤشر سواء بالالوان او بالارقام اللي موجودة. تمام، خط الانعكاس ده بيعتبر متوسط متحرك بسيط simple moving لتسع فترات. فترات تختلف الفريم اللي انت بتستخدمه، كان سواء ساعة او ساعات او ديلي، فهو بيحسب تسع فترات او تسع شمعات. ولكن بدلا من استخدام اسعار الاغلاق، هنا بيقوم المؤشر بحساب اعلى قمة لتسع فترات زائد ادنى قمة لتسع فترات. طبعا دي معادلة هي مش هتفيدك بحاجة، او انت هي اوتوماتيك بتتحسب، بس انا بقول لكم يعني تفسير الخط ده ايه، او هو معادلته ايه. لكن هو في الاول وفي الاخر هيظهر لك بالشكل الظاهر قدامك اللي باللون الاحمر ده، هو ده خط الانعكاس اللي انا اقصده. احنا بنستخدم خط الانعكاس ده اللي هو المؤشر متوسط متحرك لتحديد الاتجاه قصير المدى، وزاوية ميل الخط بتشير الى مدى قوة الاتجاه. بمعنى ان لو كانت زاوية الميل حادة، ده دليل على قوة الاتجاه. وإذا كانت زاوية الميل في حالة عرضية زي في الجزء ده، فهي هنا بيقولك إن الجزء ده أو إن المنطقة دي منطقة ما فيهاش اتجاه واضح. تاني هنتكلم عن خط الانعكاس. أنا المعادلة قلتها وظهر قدامكم، لكن أنت طريقة حسابها أو أنت إزاي تحفظ أو تفهمها أنت مجرد بس بقولها لك شرح، لكن هي أوتوماتيك. البرنامج موجود على الميتا تريدر، تقدر تطلعه تمام، ومن خلال المؤشر اللي موجود هتطلع لك خط الانعكاس اللي انا اول مكون من مكونات المؤشر هو اللي هيكون ظاهر لك باللون الاحمر. طب الحاجة المهمة اللي انت تاخد بالك منها او اللي انت تعرفها، ان كل لما هيكون في زاوية ميل الحادة، كل ما هيكون فيه هنا دليل ان الاتجاه قوي سواء كان صاعد او سواء كان هابط. يعني هي الموضوع طول ما في اتجاه هنا، شوف بص على الخط الاحمر، في زاوية ميلان حادة لأعلى، فهنا خلاص دي اتجاه صاعد. زاوية الميل في هبوط هنا مثلا، زاوية الميل حادة لأسفل، فده دليل على ان الاتجاه هابط. في حالة المنطقة العرضية هتلاقي ان زاوية الاتجاه مش حادة، او في منطقة عرضية او في حركة مائلة يعني لليمين بس مش بطريقة حادة.
تاني حاجة أو تاني مكون من مكونات المؤشر، وهو خط المعياري اللي هو اسمه كوجنسين أو ستاندرد لاين. طيب طبعا الجونسين ده الاسم بالياباني، هو اسمه كده يعني لأن المؤشر ياباني. تاني حاجة إن ده هو متوسط متحرك بيحسب بنفس طريقة المؤشر اللي شرحناه، ولكن بدل 9 فترات احنا هنحسب على 26 فترة. تمام، وهنا بنستخدمه لقياس الاتجاه طويل المدى، لذلك هو ايه يعتبر اقل حساسية في تغيير الاسعار. احنا قلنا ان متوسط السعر 9 فترات هو مؤشر حساس جدا، زاوية ودرجة ميلانه هي بتحدد لنا اتجاه السعر لانه بيتجه على حسب 9 فترات. لكن هنا الخط المعياري التاني ده بنتم حسابه على 26 فترة، فبتبقى درجة حساسيته أصعب شوية، فهنا بنقول إن القياس أو الاستخدام بتاعه هيكون طويل المدى. طب إحنا دلوقتي بنشرح مكونات بس المؤشر، ما دخلناش في جزئية طب إمتى أشتري أو إمتى أبيع أو استخدامات المؤشر، ده إحنا بنشرح أو بنفسر بس المؤشر نفسه. تالت حاجة هنتكلم عليها اللي هو خط اسمه الخط الرائد الأول أو First Leading Line. في المؤشر هتلاقي اسمه سينكو سبان A، وده بيتكون من خط الانعكاس الأولاني ال9 فترات زائد الخط المعياري على 2، ويعرف بالرائد لأنه مزاح إلى الأمام 26 فترة. برضو دي تعتبر المعادلة بتاعته الموجودة في الشارت نفسه. طب هنا الخط الرائد الأول اللي أنا بتكلم عليه إن هو الخط الأعلى السحابة، الجزئية المظللة في المؤشر دي احنا بنسميها الكلاود أو السحابة. المسافة ما بين الخط الرائد الأول اللي أنا بتكلم عليه دلوقتي ده أو الخط الرائد الثاني وهو متوسط متحرك ل52 فترة، أو يعتبر المعادلة بتاعته أعلى قمة ل52 فترة زائد أقل قاع ل52 فترة على 2، وهنا بنسموه بالرائد لأنه مزاح إلى الأمام ب26 فترة. طبعا دي المعادلة برضو مش هتفيدك بحاجة، خلينا نركز أكتر في إن نفهم شكل الخطوط بالظبط والإشارات الشراء والبيع على أساسها، ده اللي هنتكلم عليه. طيب الفرق ما بين الخط الأعلى والخط الأسفل دي إحنا بنسميها السحابة. السحابة دي هنقولك دلوقتي إيه استخداماتها وإيه أهم الإشارات اللي إحنا بيتم الحساب عليها. إن السحابة دي ليها بتساعدنا في توضيح إشارات الشراء وإشارات البيع، وبنستخدمها كمستويات دعم وكمستويات مقاومة. آخر جزء معانا في المؤشر اللي هو اسمه الخط التابع ذا ليدنج لاين، وهو سعر الإغلاق فقط للسعر زي الرسم الباني، يعتبر لاين شارت ولكنه مزاح إلى الخلف 26 فترة، لذلك كده بنسميه التابع. طيب إحنا دلوقتي اتكلمنا على المؤشر وعلى المكونات بتاعته، خلينا الأول طيب نفهم إزاي نقدر إن المؤشر نطلعه من على تريدر. شوف هتخش أول قائمة Indicators وفي ترند هتلاقي هنا المؤشر موجود بتاع نتكلم عليه النهاردة اسمه اوشيميتو كونكي هيو. احنا بنتكلم على هتدوس عليه، دي الاعدادات الافتراضية اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية وبنفس الالوان ما غيرناش فيها اي حاجة، تمام، كلها الاعدادات الافتراضية بتاعته هتظهر لك بنفس الشكل اللي ظاهر قدامك. الصوت مسموع تمام؟ تمام. طيب خلينا نبتدي نكمل شرح. هنتكلم على طريقة عمل المؤشر. أول حاجة هنتكلم عليها تعريف الاتجاه المؤشر ده ومناطق الدعم والمقاومة باستخدام السحابة أو الكلاود اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي المسافة الموجودة ما بين الخط الأول والخط الثاني.
طيب الاتجاه الصاعد هنا عندما يكون السعر أعلى السحابة. تزداد قوة الاتجاه الصاعد عندما يعبر ليدنج لاين واحد فوق ليدنج لاين 2، وعندها تتحول السحابة إلى نفس اللون. خلينا نتكلم بشكل عملي أكتر هنا، إمتى أقدر أقول إن الاتجاه بقى صاعد وإمتى أقدر أقول إن الاتجاه في اتجاه هابط؟ هنا احنا بنقول إن الاتجاه بتاعنا هيكون صاعد قوي عندما يكون في تقاطع للخطين أعلى السحابة، ولون السحابة أو لون الكلاود اللي موجودة هي نفس لون الليدنج لاين 1 اللي هو بخط العلوي. أقول تاني، تمام، رجع الصوت. خلينا هنا بنتكلم عن فكرة ان ازاي اقدر احدد اذا كان الاتجاه ده صاعد او الاتجاه هابط. احنا قلنا طالما السعر اعلى السحابة ده اتجاه صاعد. طيب امتى اقول اتجاه صاعد قوي؟ لما يكون الليدنج لاين اللي احنا اتكلمنا عليه الخط العلوي يكون السحابة من نفس اللون بتاعه. بمعنى هنا مثلا خلينا نشوف بالقلم، هنا مثلا السعر ابتدى يخترق السحابة هنا، فكان هنا من لون الخط العلوي هو من نفس لون السحابة، فده كان اتجاه صاعد قوي. تعال هنا نشوف لما حصل هبوط أو منطقة عرضية اللي حصل بالظبط، إن الخط العلوي اتغير اللون هنا عن السحابة، تمام، ولما رجع بقى فيه اتجاه صاعد والتقاطع تاني ابتدت السحابة تبقى من نفس اللون الخط العلوي اللي احنا بنتكلم عليه. طيب خلينا نكمل. طب في الاتجاه الهابط احنا بنقول ان السعر يكون اسفل السحابة. طيب وبتزيد قوة الاتجاه الهابط عندما يعبر الليدنج لاين 1 ادنى الليدنج لاين 2، وعندها هنا بتتحول السحابة إلى نفس لون الليدنج لاين التاني. لما بيحصل تقاطع سواء الهابط هنا، خلينا نبص بشكل عملي أكتر، لأسفل تمام، هنا كان في تقاطع لأسفل والإشارة الليدنج لاين للسحابة اتغيرت لونها هنا. طالما السعر بقى أسفل مستوى السحابة غير اللون، لون الليدنج لاين السحابة نفسها للليدنج لاين 2. طيب خلينا نتكلم على النقطة اللي بعد كده ونفسر أكتر، إشارات الشراء والبيع هتكون إزاي؟ إحنا هنا اتكلمنا إن الاتجاه الصاعد طالما إن السعر أعلى مستوى السحابة هيبقى ده اتجاه صاعد، والسعر مستوى أسفل مستوى السحابة ده اتجاه هابط. طيب الاتجاه العرضي بيبقى واضح لما يبتدي السعر يدخل في مستوى السحابة، بيبقى ده اسمه اتجاه عرضي. هنا ما بيبقاش اتجاه واضح او ظاهر قدامك اتجاه واضح ليك، تمام، ده تفسير بس الاتجاه الهابط. هنتكلم على استخدام تاني من الاستخدامات المؤشر، وهي مناطق الدعم والمقاومة. شوف اهم حاجة لمناطق الدعم والمقاومة في المؤشر ده ان انت بتقدر تستخدم السحابة دي انها تبقى مستويات دعم او مستويات مقاومة. بمعنى لو السعر كان اعلى السحابة ده اتجاه صاعد، لكن عند امتداد السعر للسحابة دي انت تعتبرها مستويات دعم. هنا حتى لما هنشوف في الامثلة اللي قدامنا، هنا مثلا كان السعر في اتجاه هابط
ولما قرب للسحابة هنا ابتدى يرتد تاني مرة تانية لتحت، فهنا كانت تعتبر مستوى مقاومة للسعر. طيب السعر هنا كان في اتجاه صاعد، ولما ابتدى يحصل فيه تراجع وابتدى يقرب من السحابة ابتدت ان هي تبقى مستويات دعم، وهنا برضو رجع وارتد منها مرة تانية، وهنا برضو السحابة قدرت ان هي ترتد وتعتبر مستوى دعم للسعر، وابتدى يحصل فيه ارتداد مرة تانية. يبقى تاني استخدام او من اهم استخدامات المؤشر ان انت تقدر تستخدمه كمستويات دعم او مستويات مقاومة. تمام. طيب خلينا نتكلم على النقطة اللي بعد كده عن إشارة الشراء في المؤشر. إحنا هنوضح دلوقتي أكتر من إشارة شراء بكذا طريقة، يعني أنت تقدر تستخدم إشارات الشراء وإشارات البيع مش بطريقة واحدة بس في المؤشر، أو يبقى فيه تأكيدات أكتر ليها. هنا لما يكون الاتجاه صاعد، ودي فسرناها اتجاه صاعد، يعني السعر أعلى السحابة وبيقطع خط الانعكاس الأحمر، الخط المعيار الأزرق، من أسفل إلى أعلى. نقول تاني، إشارة شراء، ودي أول إشارة شراء عشان تقدر تستخدم المؤشر بشكل فعلي وتقدر تتريد عليه وتشتغل عليه. أول حاجة إن السعر أعلى السحابة، ده معناه وقت صاعد، ده رقم واحد. طيب تاني حاجة، أدخل إمتى يبقى في فرصة شراء؟ لما الخط الأحمر ده يبتدي يكسر أو يبتدي يخترق الخط الأزرق لأعلى، فتبقى إشارة شراء. يبقى من أول إشارات، لأن إحنا هنتكلم كمان شوية إشارة تانية من إشارات الشراء. يبقى أول حاجة نقدر نستخدمها من إشارات الشراء أتأكد إن السعر فوق مستوى السحابة، لأن إنت هتلاقي تقاطعات تحصل. إزاي؟ هتلاقي إن السعر سحاب فده اتجاه صاعد، لكن يحصل العكس، ان الخط الاحمر ده يكسر الخط الازرق اللي تحت، بيع ولا اشارة بيع. اشارة البيع بتبقى عكس اشارة الشراء اللي احنا قلناها دلوقتي، ان اول حاجة يبقى السعر نفسه تحت السحابة. السعر ده او اتجاه السعر بيكون تحت السحابة، وده في المثال التاني اللي احنا هنتكلم عليه. هنا اتجاه السعر اسفل الكلاود او السحابة موجودة، اي اختراق او كسر للخط الاحمر لاسفل للازرق ده، دي بتبقى فرص بيع. يبقى البيع هنا في ان انا اتاكد ان السعر ادنى السحابة وخط الانعكاس الاحمر او الخط المعياري بيبتدي يكسر الخط الازرق من اعلى. يبقى كده اشارة البيع بقت واضحة قدامنا، واشارة الشراء. الشراء اول حاجة اتاكد ان السعر فوق السحابة، والاختراق بيبقى من أسفل لأعلى، الخط الأحمر بيبتدي يخترق الخط الأزرق لأعلى، دي فرصة شراء. فرصة البيع إن أول حاجة أتأكد إن السعر أسفل السحابة، تاني حاجة بيبتدي يحصل الكسر أو الاختراق أو التقاطع للخطين، إن الأحمر يبتدي يتقاطع مع الخط الأزرق لأسفل، فدي بتبقى فرصة بيع. هنا دي فرصة بيع حصل وابتدى يكمل السعر، وهنا دي برضو فرصة تانية، ودي فرصة تالتة إن السعر كان يعتبر أدنى السحابة وابتدى يحصل كسر. خلينا نشوف برضو أمثلة تانية قدامنا. إحنا دلوقتي عايزين هنتكلم على فرصة شراء. خلينا نتكلم على فرصة شراء النهاردة حصلت اليورو دولار على إطار الـ4 ساعات. إيه اللي حصل بالظبط؟ أول حاجة، من الصبح أو من بداية تداولات أو من بداية تداولات الأسبوع كان السعر أعلى مستوى السحابة. طيب دي أول حاجة، ده طيب إمتى فرصة الشراء اتكونت؟ فرصة الشراء اتكونت لما الخط الأحمر قدر يخترق الخط الأزرق لأعلى، فدي كانت أول فرصة شراء، كانت في بداية الأسبوع عند مستويات سعر 1.2243، أو هنقول مثلا مع إغلاق الشمعة
الصوت واضح؟ لو الصوت واضح عندك اكتب رقم 1. تمام، الصوت كده رجع مظبوط. احنا هنا كنا بنتكلم في نقطة ان اليورو دولار كان عليه فرصة شراء من بداية الاسبوع. هنا اول حاجة اتأكدنا منها ان مستويات السعر اعلى مستوى السحابة، فده كده في اتجاه صاعد. لما حصل تقاطع للخط الاحمر قطع نقطة التقاطع، قطع الخط الازرق لاعلى، دي بتبقى مستويات او فرصة شراء. طيب فرصة الشراء دي كانت تقريبا من عند مستوى سعر 1.2255، ابتدى السعر يطلع ويحقق مستويات ارتفاع لأكثر من 280 نقطة ربح لو أنت دخلت فرصة الشراء دي. طيب هل هنا لما الخط الأزرق كسر لتحت، أو الخط هنا حصل إشارة إن الخط الأحمر كسر الأزرق اللي تحت، هل دي تعتبر فرصة بيع؟ لا. ليه طيب ما نقولش إنها فرصة بيع؟ لأن مستويات السعر كلها أعلى السحابة. فطالما مستويات السعر أعلى السحابة، أنا بس أبص أو أخلي بالي أو في فرص الشراء، لأن ده اتجاه صاعد ومتعارف عليه. طالما اتجاه صاعد واضح، أنا أركز أكتر في فرص الشراء، ما أدخلش فرص عكس الاتجاه. تمام؟ طيب خلينا نتكلم في النقطة اللي بعد كده. طيب إشارات الشراء والبيع ناتجة من علاقة السعر بالخط المعياري، دي أسلوب تاني أو نوع تاني من إشارات الشراء. عندما يكون الاتجاه الصاعد اللي هو السعر أعلى السحابة ويهبط السعر أسفل الخط المعياري الأزرق ثم يعود أعلى منه مرة أخرى، فهذا تشبع بيعي وفرصة شراء. نقول تاني، لو السعر فوق السحابة ده كده شراء مش فرصة شراء، ده اتجاه صاعد. احنا قلنا في اول شراء لما التقاطع بيحصل تقاطع للخط الاحمر، بيحصل تقاطع للخط الازرق لاعلى، فدي فرصة شراء. طيب لو السعر نفسه نزل اسفل الخط الازرق اللي هو الخط المعياري الازرق زي ده، ولكن رجع فوقه مرة تانية، المنطقة دي بنسميها منطقة تشبع بيع وبتعتبر فرصة شراء. نركز جدا في النقطة دي. احنا قلنا في أول فرصة شراء إن الأسعار مستوى السحابة وتقاطع الخط الأحمر مع التقاطع يقطع الخط الأزرق لأعلى، دي فرصة شراء. طيب دي نقطة تانية أو فرصة تانية لفرصة الشراء، إنه أصلا السعر على السحابة دي اتجاه صاعد. طيب إمتى أدخل شراء؟ لما السعر من غير اي تقاطعات، انا بركز على السعر بس من غير تقاطعات، السعر نفسه بينزل اسفل الخط الازرق ويبتدي يطلع اعلى مرة تانية، دي بتعتبر فرصة شراء. تمام، تعال نشوف اكتر او نطبق اكتر على الميتا تريدر. برضو في نفس الشارت اللي قدامنا، اليورو دولار والفريم 4 ساعات، اللي حصل كالتالي: السعر على السحابة، تمام حلو. طيب هنا السعر رجع او كسر الخط الازرق لتحت، طيب تمام، وابتدى يطلع فوقه مرة تانية. شايف هنا الخط الازرق اهو، وابتدى السعر يطلع فوقه مرة تانية بعد ما كان اسفل الخط الازرق، ابتدى يرجع او يخترق الخط الازرق او يطلع فوقه تاني، دي برضو بتعتبر فرصة شراء. يبقى احنا هنا اتكلمنا في نفس الاسبوع ده او في بدايته عن فرصتين شراء حصل. طيب هنتكلم عن فرصة البيع او اشارة البيع بالطريقة التانية. احنا قلنا في الطريقة الاولانية في البيع ان احنا بننتظر يكون السعر اسفل مستوى السحابة، ولما الخط الاحمر بيقطع الخط الازرق اللي تحت بتبقى فرصة بيع. طيب لو على افتراض او فرضا ان اصلا السعر اسفل السحابة، يعني السعر اسفل السحابة فده اتجاه هابط، وابتدى السعر يطلع
يلمس الخط الأزرق ده لفوق وابتدى يطلع فوقه، ولكن بعد ما طلع عليه ابتدى يرجع يكسر السعر، يكسر الخط الأزرق مرة تانية، فدي تعتبر فرصة بيع. يعني هنا في المثال اللي قدامنا ده كان السعر نفسه أسفل السحابة أو أسفل خطوط أسفل السحابة، فدي اتجاه هابط. تمام، أول ما السعر هنا ابتدى يخترق الخط الأزرق وابتدى يرجع يكسره تاني مرة تانية، فدي تعتبر إشارة بيع، ودي بتبقى تشبع شراء وبتبقى إشارة بيع. فالنهاردة اتكلمنا عن المؤشر ده، عن في إن في طريقتين للشراء وطريقتين للبيع. أفضل الاستخدامات تقدر تستخدمه كمستوى دعم وتقدر تستخدمه كمستوى مقاومة. أنت تقدر من خلال تداولاتك في المؤشر ده أو من خلال الممارسة فيه، ممارسة عليه على حساب ديمو مثلا لمدة شهر أو شهرين، هتجرب عليه الطريقة بتاعتك، هتبتدي تحسب إدارة رأس المال بتاعتك. اللي فيكم من حضر اللي فيكم حضر معانا المحاضرات إدارة المخاطر وإزاي تقدر تحسب إدارة رأس المال بتاعتك، هيقدر يفهم اللي أنا بقوله. اتكلمنا قبل كده عن جزئية إن أنت لازم أي طريقة عمل هتشتغل عليها لازم تحط لها خطة كاملة من حيث الاستخدام، بداية من يبقى في إدارة رأس مال عندك، يبقى في محدد مستوى وقف الخسائر بتاعتك، محدد مستوى الهدف بتاعك، محدد أو متداول أو على الطريقة دي لفترة لا تقل عن شهر أو شهرين كمان بحد أقصى، بحيث أنت تقدر تكتشف مميزات وعيوب الطريقة اللي أنت شغال بيها. فمحاضرتنا النهاردة كانت محاضرة صغيرة بس بنشرح فيها المؤشر ده، وعايز منكم تبتدوا تشتغلوا عليه وتحاولوا تتداولوا عليه بالطريقتين اللي انا وضحتهم في الشراء والبيع، وانت تقدر تستخدمه كوسيلة مساعدة. لو انت عندك طريقة شغال بيها تقدر تحدد منه مستويات الدعم ومستويات المقاومة. وكده اكون انا انتهيت النهاردة من المحاضرة، واللي عنده اي سؤال يقدر يتفضل يسأله، وان شاء الله هرد عليه دلوقتي. تمام، اي حد عنده اي سؤال في محاضرة النهاردة او اي حاجة خاصة بالمؤشر او في حاجة مش واضحة بالظبط انا اقدر اوضحها له، ممكن يتفضل يكتبه في الكوتشنز وانا هرد عليه. المحاضرة متاحة للإعادة وبتبقى مسجلة فعلا، وهتبقى موجودة على قناتنا على اليوتيوب. كل المحاضرات بتبقى مسجلة وبنحنا بننشرها تباعا على قناتنا على اليوتيوب. القناة اسمها ايكوتي مي، هتلاقيها على اليوتيوب، هتخش تسيرش عليها وهتبقى موجودة كل المحاضرات وبما فيهم محاضرة النهاردة. تمام، ان شاء الله اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من محاضرة النهاردة، وان انا القاكم في المحاضرات الاسابيع القادمة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.